ايش طياره في الارض. شو السي كلاس ديالها اللي كي ولات تغيير بالكامل. كات سورتي دو شاب هذه الجي ال سي كما كتشوفوا معنا هذه العاديه، وفاش سمع الجي ال سي كوبي هي هذه، حيت بزاف الناس كتعيط لي على هذه السياره هذه ديال الجي ال سي كوبي وما كيعرفوش يوصفوها لي. هذه الجي ال سي ولكن كوبي. السلام عليكم اخوتي، راه بدات الشتا كطيح، نتمنى من الله ان ما تمنعناش باش دير فيديو، ولكن هذا الفيديو كما قلت لكم الاهم منه هو الاسعار. نعرفوا السوق كيفاش راهو داير في المانيا من عند الفروع لالمانيا الموثوقه. غادي نبدا لكم بواحد الفئه اللي باش نقول الناس اللي كيتبعونا شنو كاين. السي ال في الالمان الا بغيتيها في شوتين براك راها موجوده على الجد، ولكن في الليموزين ما كايناش، مفقوده ما كاينش. كضرب بالالمان كامله فاش كيطلبها لي شي واحد يا الله كنلقاو 10 الحبات في الالمان كامله. هاد السياره خرجت بزاف في الاكسبور، مشات خارج المانيا شراوها الناس دوا خارج المانيا بزاف، مفقوده هنايا، والناس اللي عندهم ما شادينهمش وشادينهم، ودوك البياسات اللي كاينين غاليين. علاش؟ لانهم عارفينها بلا قليله. المهم اخوتي هادي في الليموزين انا بعدا كتسالي معايا السي ال الدراري، ديزاين ديالها شبابي بزاف. هادي خاصك تشريها وتبقى كل نهار كتجيب كريسي وتقول تبقى مقابلها واحد الساعه لمده 6 شهور يلا غتعرف لي ديطاي ديالها. ديزاين سابق عصر وحاجه ما مفهوماش، الله يبارك الحباب. كما كتشوفوا معنا الحبه اللي عندنا في الاي ام جي، ولكن البلو يا اخي وفاش كيطيحوا عليه لي جونت في الكحل، والجاج خاصها غير شي طواف في الكحل غتولي الهربه. الله يبارك. هادي الاي ام جي نايت باكيت الحباب، وشوفوا تبارك الله وصل على النبي اخوتي السياره كيفاش راهي دايره الهربه يا اخوتي. هانا الحباب شوفوا الباك ديال الاي ام جي اش داير في هذه السياره. عندنا الاخوان كما كتشوفوا لا جريل دياموند، الرادار ديسترونيك، ليد هايت بيرفورمانس، والانتيريور ضروري غادي يكون اخوتي اي ام جي اللي مخيط بالاحمر. الفولور حنا عارفينه. المهم اخوتي راه كاينه شويه ديال الشبلات كطيح، حنا كما قلت لكم المهم من هذا الفيديو هو تعرفوا معنا الاسعار. هذه اخوتي واحد السي ال ا 2023 ضاربه 14000 كيلومتر، فيها 163 الخيل. السعر ديالها يا اخي ها هو 39000 اورو ونص. الناس ديال المانيا ما لا خرجها ما غتخلصش الضريبه، هذا هو السعر الاكسبور. المغرب ولا خارج المانيا ماشي اوروبا، خارج اوروبا. ولا كانت عندك شركه في اوروبا تقدر تشريها بهذا السعر هذا، لان انت ما كتخلصش اخوتي هذيك التيفيه ما كتخلصهاش هنا، فهمتوني. المهم الحباب دابا غنمشيو للسيكلاس. السيكلاس هي مطلوبه ليا بزاف، ولكن حبس معايا اخويا، خاصنا نسدوا واحد الجدل، خاصو يتسد الدراري، غنسدوه في هذا الفيديو. محرك رونو، اي طوموبيل صورنا هاد مرسيدس واخا يكون فيها المحرك ديال 600 الخيل ديال الاي ام جي، لا رونو يا اخي المحرك رونو كاين في الفئه ديال 180 وحبسات، ما بقاتش هادشي، وانا غادي نبرهن لك هادشي في هاد السيكلاس اللي غتشوفوا معنا. كان في السي ال ا القديمه يعني في الفئه ديال 180 في الطوموبيلات الماطر اللي كانوا كيولدوا لنا من 116 الخيل حتى 136. دابا سدات ما بقاتش، وانت غتشوف معايا هذه 180 وغتشوف المحرك اللي فيها. المهم السيكلاس الحباب هذه كما كتشوفوا النوع الجديد، النوع الاخر، هذا هو اخر مغنات في السيكلاس. وخليكم معايا يا اخي، خليكم معايا اللي هي كاينه واحد الحبه فيها في الاي ام جي، شوفها كي دايره، عقل عليها وفاش غنديك تشوف الحبات الاي ام جي كي دايره. الهربه ايديسيون، هذا هو الموديل الاول، من بعد جانا موراه هذا. سياره الله يبارك، هذه ماشي عامره ولا شي حاجه، خاويه كما كتشوفوا معايا، ولكن راكم عارفين. زيد المزيد دقيق، بغيتي لي زوبسيون خلص يا اخي، ولي زوبسيون ديال المرسيدس راهم غاليين الحباب. المهم اخوتي بالنسبه للانتيريور، هذا هو الانتيريور اللي ولاو كيديروا في السي كلاس، هو هذا، ولكن هذا يعني باز. الاخرين كيجيو كوير واعرين شي حاجه الهربه الدراري. هنا كما كتشوفوا معنا السي 180 2022 الموتور كيولد اخاي 170 الخيل، 170 الخيل في 180 الدراري. محرك رونو الله يرحمه ما بقاش ديك الاتفاقيه، سالات مشات صافي. هنا كما كتشوفوا السي كلاس قلبت لكم على شي وحده 220، ولكن والله ما لقيتها في هذا الموديل، هذه لقيت لكم هذه في 300 وعامره بزاف، هذا الاخوان راه هيبريد، وهذا الهيبريد هذا يعني مرسيدس دارته بواحد الطريقه ذكيه بزاف. هذا الهيبريد هذا الاخوان دايره فيه واحد الموتور، دايره فيه موتور ديال الضو مرسيدس. هذا الموتور ديال الضو كيمشيك لواحد المسافه ديال 30 كيلومتر، يعني انت خدام الخدمه ديالك كتمشي ب 10 كيلومتر كترجع ب 10 كيلومتر كتمشي غير بالضو، منها ما كتلوتش ومنها كتبقى معك شويه رخيصه، فهمتوني. يعني اما فاش كتفوت 30 كيلومتر يعني ولا هذا صافي، ديك الساعه كيولي يخدم الاخوان الديزل ولا الاسانس. هذه هي السياره كما كتشوفوا معنا العموريه الله يبارك. هنا اخوتي الكروم والحروف ديال الاي ام جي دايره خبله في هذه السياره. الفولو كما كتشوفوا معنا
الاي ام جي المشهور والسي كلاس راكم عارفينها كاملين. حنا كما كنقول لكم يعني المهم هو تعرفوا الاسعار. وهذه الديوانه ديالها في المغرب، هذه الضريبه ديالها في المغرب رخيصه بزاف. نعم رخيصه بزاف، كاع الهبريد رخيص، رخيص بزاف في المغرب في الضريبه ديالو. المهم السي 300 2020 السياره ضربه 66000 هبريد كما كتشوفوا معنا، كتولد لنا 116 ديال الخيل، والسعر ديالها الاجمالي اقول له 35000 الاورو. والناس اللي غتخرجها غتقام عليهم بالكاف برايس نيتو اللي هو 29 مليون. 29 مليون اخويا سي كلاس في الاواخر وهيبريد وغير 66000. وشوف لي زوبسيون، ونسيت 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 نقول لكم بالله لوطوا راه اوفرو يا الحبيب. وها نتوما واخر ما غنات في السي ال ا بالطبع قبل ما يخرج هذا الموديل هذا. المهم اخوتي كما كتشوفوا غنشوفوا هذه السي ال ا البريك، شو البريك هي موجوده البريك، ولكن السي ال ا اللي موزين كاين حبه هنا. عاوتاني الدراري جي ال سي، جي ال سي كتطلب ليا بزاف، جي ال سي الاسوفي. المهم اجي تشوفوا معنا هاد البياسات هادو اللي حاطين هنايا. بغينا نشوفوا الاخرى، ها هو الاخر، هذه جي ال سي الاخرى، هذه غنلقاو فيها نفس الانتيريور اللي لقينا في السي كلاس، لان جي ال سي هي الاسوفي ديال السي كلاس. ها انتم نفسه، ولكن هذا شوفوا تبارك الله كيداير، شوف داكشي اخوتي الله يبارك. هذا هو الموديل الفيس ليفت هذا اللي جا، وهذا هو الموديل اللي هي اللهبان، هذا اخر ما غنات هذا باش كتعرفوا هو الضواو ديالو. ومرسيدس الابداع الله يبارك، فاش كتخرج لك شي سياره جديده عارف بلي غتلقى كلشي جديد، لا من لي جونط لا من اي لعبه، وغتشوفوه من الامام. هانتوما جي ال سي جديده هكا باقي ما بعنا فيها والو، يعني حنا بعنا غير في القديم. هذه هي اللهبان تي اللي بدات كتبان، هذه هي اللي ما عندهاش 6 شهور ولا 8 شهور باش خرجات. كما كتشوفوا لا كريل رداتها مرسيدس كما كتشوفوا معنا، كدير فيها لي لوغو ديالها، والسياره في النوار الله يبارك. هذه القديمه، وهنا كما كتشوفوا معنا جي ال سي 200 200 هذه 2020/1/2023 ضربه 18000، والسعر ديالها فيها 204 الخيل، السعر ديالها 56400 لهنا. اللي غيخرجها غتقام عليه ب 47. الدراري الطوموبيلات راه لا ميزو، ورحنا في الفرع وفي بلادها في المانيا ما عارف، وكيتصنع هادشي في المانيا. الا انت في شي بلاد اخرى هادشي رخص، يعني غيجيو هنا يديوه بترانسبور ويبيعوا لك رخيص، الله اعلم. المهم اخوتي واحد المعلومه، هذه الجي ال سي كما كتشوفوا معنا هذه العاديه، وفاش سمعت جي ال سي كوبي هي هذه، حيت بزاف الناس كتعيط لي على هاد السياره هذه ديال جي ال سي كوبي وما كيعرفوش يوصفوها لي. هذه جي ال سي ولكن كوبي الحباب. ها انتم كما كتشوفوا هذه عندها واحد الفخامه، هذه المنافسه ديالها هي الاكس 4، والاكس 4 من البي ام رخيصه عليها بزاف، فهمتوني الاكس 4 رخيصه عليها بزاف. هي هذه اخوتي كما كتشوفوا معنا الله يبارك الحباب، هذه في الموديل القديم، هذه 2021 ضربه 40000 وفيها 197 الخيل، والسعر ديالها 49 لهنا، 41000 اورو، 41 مليون اللي غادي يخرجها من الاتحاد الاوروبي. ودابا الحباب كما كتشوفوا معنا غادي نمشيو عند واحد البياسه اللي اش نقول لكم الله يبارك، وغتكون واحد الحلقه ان شاء الله باذن الله مور هذا الفيديو هذا، واحد الحلقه اللي غتكون فيها غي الاي ام جي الاواخر الهربه، وغادي نديروا حلقه ان شاء الله يا ربي، يعني فوقاش ما لقيت الوقت غادي نجي تشوفوا معنا الاواخر، حيت راه المرسيدس خرجت بزاف لا في الالكتريك ولا في سميتو في الجديد في السي كلاس، بزاف الدراري بان. المهم اخوتي دابا واحد البياسه السي كلاس اللي شتي معايا يا اخي، ولكن بان ليا ما غتكون شتيها، وهي طايح عليها الباكيت الاي ام جي، هذه هي الخسوريه اللي كتولي، هذه هي النتيجه هاي. فاش السي كلاس الجديده كيطع عليها الباكيت الاي ام جي، وهذه الدراري سي 63 وديما خصهم يزيدوا لك شي حرف، هذا الحرف الاخر هو اللي كيعقد الامور. الاس والالماني اللي حط لك الاس الالماني ماشي غير كيجيو كيلصق، داك السي تما راه عندها واحد 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 المعنى ديالها، والمعنى ديالها اش نقول لك مدروس وبزاف د الحوايج. طياره طياره في الارض، شو السي كلاس الدراري كي ولات تغيير بالكامل، كات سورتي دو شابمو، شو سبويلر كي راهو جاي مع هاد السياره هادي الهربه ايديسيون، سياره كحله جمراء نايت باكيت الحباب. شوفوا معايا لي جونط كيفاش دايرين، يا الله يبارك. لي بوانيات كما كتشوفوا معايا نص كرومي نص كحل، الباطكيس واي واي. ها انتم شو 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 يا ودي غير هاد الفتحه اللي داير الالماني هنا لوكو بالدراسه اللي باش دارها، لو كان طبق هاد الدراسه غير مره على حياتك امورك غتوضح. شو التوربو الاو بيرفورمانس الله يبارك الحباب، الله يبارك. شو شو شو
يا اخي واحد يجي يقول لك الياباني واحد يا اخي الله يهديك حبيبي الله يهديك. شوف اصاحبي ما بقاش الرادياتور غير هنا، هذا العجب خاصو يتهول هادشي كامل رادياتور، هادشي كامل فتحات فهمتوني هنا، وهادشي كامل مدروس. يعني الالماني كيدرس كيدرس الهواء غيدخل من هنا غيخرج من هنا، ما كاينش شي حاجه غير زايده هنا، كاين بزاف د الخير. شو عاوتاني شو الله يبارك، شوف 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 يا اخي شوف شوف هادي هادي بياسة، هادي الخسورية الدراري، هادي هادي غدير خبلة في السوق، هادي غدير خبلة في السوق. مهم ما نطولوش على الحباب ديالنا، ضروري ضروري الحباب ما يكون فيها الطوا اوفرون، ضروري غير الشالي شوية. ها هو اخوتي الانتيريور ديالها بحال لي زانتيريور اللي درنا اللي شفنا ليه، ولكن هذا كله كله كربون. شوف فهمتوني، سمحوا لنا اخوتي مع الشتا. مهم حنا كيما قلت لكم كيهمنا الاسعار، هادي كما كتشوفوا معايا يا خويا يا خويا شحال هادي كنا كنشوفوا 680 غير في الفراري، ها هي ولات كتجيب كتجينا غير في السي كلاس. السعر ديال هاد الدراري 136، ولا خرجتيها غتقام عليك بشي 105 ولا شي حاجه الدراري. ولكن اخوتي اش نقول لكم، السياره انا اللي كنشوف فيها قدامي وتستحق وتستحق اخوتي. الله يبارك الله يبارك الحباب انا، الله يبارك الله يبارك. شوف تبارك الله وصلى على النبي، شوف 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 شوف. وهذه خلاص الايكو او، وغتكون حلقه غتكون حلقه مميزه غير مع الام جي. المهم الدراري نتمنى من الله تكونوا استمتعتوا معنا في هذا الفيديو، وتكونوا شفتوا المعشوقه ديالكم اللي هي مرسيدس. لايك مره اخرى ونتلاقاو في الفيديو الجاي الى بغض.